اهلا بكم في درس جديد. المفاجاه اللي انا قلت عليها اللي هنعملها هو احنا هنعمل كورسات بيانو. طيب احنا طبعا نزلنا كورسات جيتار، ولسه طبعا كورسات الجيتار مش يعني مكمله زي ما هي، هنزل دروس جديده وحاجات جديده، بس الجديد بقى في المزيكا اللي هنعمله هنعمل كورسات بيانو. الناس كانت سالتني طبعا عن كورسات البيانو كده، فيلا هنعمل كورسات بيانو. هنستفيد طبعا انك هتعرف تعزف بيانو، وكمان هعمل بعد كده كورسات عن التوزيع الموسيقي، ازاي تعرف تعمل توزيع، وازاي تعرف تعمل اغاني، وازاي تعمل ديمو وشويه حركات كده، عشان لو بتلحن مثلا عايز تعمل لنفسك توزيعه، لو بتحب انت توزع اصلا بتاع، يعني مجال جديد خالص التوزيع، حاجه خطيره. بس ما ينفعش توزع غير لما تكون بتلعب بيانو، او على الاقل الاساسيات كده، عشان تعرف ايه الكوردات، ايه الحاجات اللي زي كده. فهنمشي برضو في الجزء، جزء اكاديمي، تعليم النوته وتعليم الحاجات ده في الكورس البيانو، وهنمشي جزء كده تاني ايه يعني فن كده، ازاي نعرف نعزف الكوردات، ازاي مش عارف ايه الحاجات اللي هي الايه الفن دي كده ننبسط بيها. اول درس النهارده هيكون عن ازاي البوزيشن بتاع ايدي على البيانو، ايه النغمات الاساسيه اللي هي يعني ايه، يعتبر درس تعريفي كده بالبيانو. طب عشان اعزف بيانو المفروض يكون ايه الحاجات المتاحه عندي؟ مش لازم تروح تجيب بيانو طبعا يعني غالي ولا بتاع ولا حاجات زي كده، ممكن يكون عندك كيبورد اللي هو الناس بتسميه اورج، هو مش اورج، الاورج ده اله لوحدها، فهو بنسميه ميوزيكال كيبورد اللي هو بنعزف عليه، اللي هو بيكون اصغر شويه يمشيك. عندك بيانو او عندك الامكانيه تجيب بيانو هيكون افضل طبعا كتير، عشان التاتش بيبقى مختلف والصوابع والحاجات وكده، لكن هي بتبقى باترن يعني موجوده في كل البيانوهات، هتعرف تعزف على ده، هتعرف تعزف على اي حاجه في الدنيا، فالبيانو كله فكره واحده يعني. فما تقلقوش ان انا مثلا ما عنديش بيانو اعمل ايه، حتى لو عندك ايباد ايفون اي حاجه موبايل، نزل ابلكيشن اسمه بيانو اللي هي زي الجيمز اللي بتنزلوها والحاجات دي، هتلاقي برضو نفس الحاجات، نفس الباترن، ان شاء الله تلعب وانت بتعزف على التاتش ينفع برضو. فالمهم انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اسهل لكم الدنيا، يبقى قدامك كذا اوبشن لو عايز تتعلم بيانو، تتعلم باي طريقه، عندك بيانو هتتعلم، ما عندكش ممكن تلاقي طريقه تتعلم بيها وكده. تعالوا بقى نشوف الاساسيات بتاعت البيانو، ايه بيتكون ازاي، ازاي احط صابع على البيانو، ازاي احفظ النغمات، ازاي احط ايدي بشكل مظبوط، عشان التكنيك ده هيساعدني بعد كده. يلا كده نشوف مع بعض الشكل هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى اي بيانو بنقابله هنلاقي ده باترن موجوده كده، يعني دي حاجه ثابته. طبعا بنلاقي الصوابع البيضاء والصوابع السوداء، عايزين نبص بقى على الصوابع السوداء هتلاقيهم ماشيين في ايه، يعني في باترن معينه كده، 2 اسود 3 اسود 2 اسود 3 اسود، يفضلوا يتكرروا كده طول الوقت. هنا 2 اسود هتلاقي بيقولهم 3 اسود 2 اسود 3 اسود. طيب هنعمل ايه بقى بالاتنين اسود والتلاته اسود؟ قبل اي اتنين اسود النغمه اللي قبلها البيضه دي على طول اسمها سي، هي دي نغمه سي اللي هي المنوره احمر دي. انا كده كده جايب لكم البيانو التاني ده ومكتوب عليه النغمات، يعني دي مثلا سي دي اي وبعدين اف وبعدين جي وبعددين اي وبعدين بي. فالاول مثلا ايه يعني احنا كده لو هنحفظ النغمات، بس احنا في الاول عايزين نعرف بس ايه فين مثلا نغمه سي اهي. طب ليه مكتوب عليها سي 4؟ يعني دي رابع سي قابلتني من ساعه ما البيانو ابتدى. فلو الكادر اوسع من كده شويه هنلاقي ان اول سي بعيده خالص، اول واحده عندها اتنين اسود وهي دي السي الاولانيه، وبعد كده اتنين اسود تبقى دي تاني سي، يعني دي كده رابع سي قابلتني من ساعه ما بدانا البيانو. فمثلا لو دوست دي كده اللي هي تبقى سي 1 اللي هي اول واحده خالص من ساعه ما بدانا البتاع اهو، يبقى دي كده هتبقى سي 1 اللي هي اول سي بداناه. يفضل يعد سي ودي واي واف وجي واي وبي لحد بيخلصوا لحد البي، وبعدين يبدا الموضوع الجديد اللي هو سي 2 دي 2، كل الجزء ده بتاع مثلا الجزء بتاع 2 هتلاقي اللي بعده 3 وبعد كده 4 وبعد كده 5 وبعد كده 6. البيانو طبعا بيتكون من 7 اوكتافز، يعني اوكتاف يعني ايه اللي هم بيبداوا، اوكتاف يعني رقم 8 عموما، فهم دايما بيبقوا 7 نغمات، فالنغمه الجديده دي رقم 8 بالنسبه للاولانيه عشان بيسموها كده، بيسموها اوكتاف. ساعات طبعا اللغه الدارجه بيقول لك اوكتاف، يعني مثلا يقول لك البيانو ده 7 اوكتاف، يعني السي والدي والكلام ده بيتكرروا 7 مرات. فمثلا دي مره 2 3 4 5 6، المفروض ايه في مره 7 كمان، بس ايه ده بيانو صغير يعني مش مكفي. فاول تمرين بقى هنعمله هنحط ايدينا بالشكل ده كده، وهنبتدي نشغل الايد اليمين بس على اول 5 نغمات ونرجع تاني. تعملهم قد بعض، يا يعني ما تعملش كل ده غلط، ما تعملش كده ده برضو غلط، يبقى ادم اثبت ايدي كده، حاول تعد حتى
خلصنا دي نعمل الشمال نفس الكلام، هنبدأ الشمال من عند نفس السي برضو، يبقى اليمين والشمال بيشتركوا في نفس السي. كده احنا لسه معرفناش اي حاجة في النغمات، مش عايزين نعرف اسامي النغمات دلوقتي لان لسه هناخد النوتس والكلام ده. يبقى مرة باليمين، مرة بالشمال، تحفظ النغمات بقى بالمرة ماشي. يبقى مثلا دي نغمة سي، دي نغمة دي، بعدين اي اف جي اللي هما كانوا دوري مي فا صولا سي اللي هما النغمات القديمة، بس دلوقتي احنا بناخد بقى ايه اي بي سي، لان هتلاقي كل المناهج الجديدة فيها اي بي سي، ما حد بيشتغل دوري مي دلوقتي. بقيت شاطر وعايز تشتغل بايديك الاتنين في نفس الوقت ماشي، يبقى سي مع سي وبعدين دي مع دي. وبعدين نبتدي نسرع بقى. ده أول تمرين في البيانو وده مهم جدا، وأوعوا تجروا في المنهج بتاع البيانو، امشي واحدة واحدة عشان تتعلم بالطريقة الصح. فأول سيشن دايما بيكون ان انا بس امرن ايديا، لان من بعد كده هتاخد النغمات واسامي النغمات والحاجات دي كلها، فلازم تبقى مركز كويس ان صوابعك شغالة صح، بدل ما تيجي تعمل كده وكده وكده وتقلب صوابعك كده والحاجات دي كلها غلط. فانا بعلمكم في الاول التكنيك الصح عشان بعد كده لما تاخدوا النغمات تعرفوا تعملوها بشكل كويس. زي ما شفنا كده الاساسيات في البيانو مهمة جدا، ان انت ازاي تحط ايدك صح، وعشان كمان يعني يريحك بعد كده وانت بتعزف، هتلاقي مثلا ان ايه لو الصباع مش مظبوط هيعطلك في حاجات تانية، فلازم اول حصة دي اللي هي لازم الاساسيات، حط ايدك صح وشغل ايدك بالتكنيك المظبوط وكده، وبعد كده هناخد بقى النوتس وهناخد الكوردز وهناخد شوية حركات كده ايه حلوة تعرف تمشي نفسك بيها، يعني ممكن اغنية بسيطة بتاع اي حاجة، المهم ايدينا تمشي. نبدأ من دلوقتي بقى التمرين، وان شاء الله انا حاول انزل لكم على طول الدروس تبقى ورا بعض عشان ايه يعني ننجز، لان لسه في كورسات تانية هنخش فيها التوزيع وحاجات، وفي كورس هنعمله عن الارتجال كانت الناس سألت عليه، فلسه قدامنا يعني مشوار طويل، فلسه عمال اجمع بقى الحاجات دي كلها، شويه كورس بيانو شويه توزيع، لسه الجيتار شغال وبتاع، موضوع كبير قوي بصراحه. فبس ان شاء الله استنوني بقى في بقيه الكورسات بتاعت البيانو دي، في الحلقه الجايه هقدم لكم حاجه جديده ان شاء الله، واشوفكم على خير في الحلقه الجديده. شكرا.